وفي بيت الكابتن ماهر همام وبنسمع قصه مونشن جلادباخ. وصلنا ان خلاص بلغوك ان هيديكوتي بلغك كابتن مصطفى يونس اتاخر عن التمرين، فالراجل بقرار حازم قال مصطفى يونس بره، ماهر همام هو اللي هيبدا قدام 130 الف بعد ما كنت بتلعب قدام 201 بس. صعبه قوي يعني. انا عايز اقول لك واحنا الساعه 1 رايحين الاستاد 130 الف بره جمهور الاهلي، والشرطه بالميكروفونات عماله ترجع الناس. المباراة هتذاع، كان سربوا خبر كده ان المباراة مش هتذاع، فالناس بقى زحفت على استاد القاهره. قلت ده من حظي انا بقى، شكل النهارده هم يعني كنت غير عادي. انا اسمر بقى، ميدو بيض اصفر. وبعدين بدانا بقى الوقت خلاص هننزل نسخن. يعني من ضمن الحاجات اللي حطها مستر الدكوتي في 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 شغل التدريب في مصر حته التسخين. يعني احنا كنا زمان بننزل مثلا اهلي وزمالك بننزل قطرين كده مع بعض وبعدين نسلم على بعض والحكم يصفر. كانش في تسخين قبليها، هو هيديكوتي اول واحد دخل التسخين في الملعب مصر. انا عايز اقول لك ان كان هيديكوتي في التمرين تبص تلاقي مدربين الزمالك موجودين، الاتحاد المصري، كل مدربين مصر جايين بيتفرجوا على مستر هيديكوتي بيعمل ايه. فمن ضمن الحاجات اللي اضافها بصراحه للكره المصريه من التسخين قبل المباراه التغييرات كمان. يعني من ضمن التغييرات كان بيبدا بتغييرين مره واحده. يعني تفاجئ انه بيطلع اثنين مدافعين مثلا ومنزل اثنين مهاجمين. تغيير تكتيكي، يعني اول واحد دخل التغيير التكتيكي. طرق اللعب، اول واحد عمل الزون نص ملعب، ترجع نص ملعبك وتقفل مفاتيح لعبك وتعتمد على الكره المرتده. حتى مصطفى عبده كان سريع، صفا كان بصير يقدر يعمل السرعات اللي هي ورا المدافعين. عمل الضغط على الخصم من قدام، زي كان وقتها الارجنتين واخده بطوله كاس العالم وكان الراجل بتاعهم بيلعب بالضغط من قدام، عمل نفس الكلام في بعض المباريات. هو كان راجل مطلع يعني على الشغل بره، لان هو في الوقت ده تقريبا قبلها بسنتين ثلاثه كان انزو مدرب اتلتيكو مدريد، هو اول واحد ابتدى بقى يعمل التحفظ الدفاعي واللعب على الكاونتر اتاك، اللي هو بعد كده سيميوني خد منه المدرسه بتاعته. هو دايما المدرسه بتاعتهم ان هم يقفلوا ويبقى عندهم لعيبه سرعه ويلعبوا على الكاونتر اتاك. فهو كان مطلع على، اكيد كان بيسافر ويشوف حاجات بره وبيحاول ينقلها لمصر. لعبت بقى مكان مصطفى يونس. لعبت بقى واحنا بنسافر.